مشاهدينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم جميعا في حلقة أخرى جديدة من زدني علما، نصافحكم فيها وسعادتنا تكبر بالتواصل اللي يتحقق من حلقة إلى أخرى ضمن زدني علما، وخاصة بالتفاعل اللي قاعدين نلاحظوا فيه من زدني علما معكم أنتم، سواء كان داخل تونس وإلا خارجها. فمرحبا بهذا الصدى، ومرحبا بكم دائما باستفساراتكم بأسئلتكم وبتفاعلكم خاصة مع المواضيع اللي نطرحوها من حلقة إلى أخرى، حتى تكون هذه العلاقة الحاصلة بيننا وبينكم هي علاقة حوار، وهي علاقة تكامل، وهي أيضا علاقة تفاعل مستمر. واللي يحب يكون حاضر معنا مرحبا به، سواء كان بالمشاركة المباشرة عبر التليفون اللي هو 74 621 607، 74 621 607، وإلا عن طريق الصفحة الرسمية في الفيسبوك لزدني علما، وإلا من خلال البريد الإلكتروني. تجمو تكونوا حاضرين معنا للمشاركة ولإبداء رأي أو تقديم استفسار أو طرح سؤال، أهلا وسهلا بهذه الأسئلة في زدني علما. مواضيعنا تتجدد من حلقة الأخرى، ونحب نشكركم على تفاعلكم معنا اللي وصل لنا من الحلقات اللي قدمناها في الحصص الماضية، سواء كان ما اتصل منها بقضية الاغتصاب وفما تفاعل كبير منكم مع بعض الشهادات الحاصلة معنا، وإلا من إقبال بعض الشباب على تعاطي المخدرات، والحقيقة كانت فما بعض حتى المكالمات وبعض العينات المؤثرة جدا وتأثر فيها عدد كبير منكم، وحتى فما شكون حاب يكون فما مد جسور التواصل ما بينه وما بين هذه الشهادات باش يعاونوها في مواقع مختلفة. اليوم نخوض تجربة أخرى أيضا، هي تجربة الالتساق المتواصل معكم أنتم بمواضيعكم شواغلكم، وقضية ارتبطت بحدث في هذه الفترة هو العودة المدرسية. احنا كيف نرجع إلى مقاعد الدراسة، كيف نرجع إلى معاهدنا مدارسنا رياض الأطفال، إلا وثم ذكريات تتجدد مع هذه المقاعد، وثم صلات وثم روابط وثم علاقات هي اللي تزيد تتوطد من يوم بعد يوم. هك علاش اليوم مش نتحدث عن العلاقة التربوية اللي ممكن تجمع ما بين المربي والمربى. احنا الناس الكل كيف ندخل المعاهدنا، وشكون منا ما يتذكرش هيك البيت الشهير جدا اللي يعتبر بمثابة الحكمة، اليوم ردوها ونتفاعلوا معها، وفي ترديدنا لها فما عمل وفما سلوك يتبعها. قم للمعلم وفه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا، هكذا قال أمير الشعراء أحمد شوقي. ولكن احنا نقول مع بعضنا شنية طبيعة العلاقة اللي ممكن تكون حسب رأيكم أنتم ما بين المربي والمربى، ما بين المتعلم والمعلم؟ لماذا في بعض الأحيان توترت هذه العلاقة؟ علاش نلقاو ساعات التجاذبات الحاصلة ما بين المتعلم والمعلم، سواء كان داخل الفصل ولا ساعات خارج الفصل، خارج القسم، خارج الفضاء التربوي؟ شنية القيم التي ينبغي أن تترسخ بين المعلم والمتعلم انطلاقا من ديننا الحنيف، انطلاقا من تقاليدنا وعاداتنا، وانطلاقا من أخلاقنا اللي تعود بها وتعهدنا بها دائما أمام الله وأمام رسوله وأمام قيمنا السمحاء والنبيلة؟ كيف يجب أن تكون هذه العلاقة ما بين المربي والمربى، ما بين المعلم والمتعلم؟ رجعنا للمقاعد ورجعت هذه الاستفسارات وهذه الأسئلة من جديد، لأنه في كل عام إلا وتتكرر، في كل عام إلا وتتجدد هذه الأسئلة، لأنها على عمق كبير بعلاقاتنا بأسرة ساعات نقعد معها أكثر من نقعد في الدار. ساعات يبدأ التلميذ من الصباح من 8 يتواصل حتى 5 أو 6 هو موجود في فضاء مدرسي، فما علاقات معينة ساعات أكثر حتى من اللي في الدار، أكثر حتى ساعات من علاقاته في التواصلية بينه وبين والده. هالأسئلة هذه تجب تكون حاضرة معنا ومعاكم أنتم ومع مختصين مش يكونوا حاضرين معنا في علم النفس وفي علم التربية، وأيضا في اختصاصات متعددة، مع الأستاذين الجليلين اللي أنسونا في الاستوديو اليوم، الأستاذ أحمد بوشحيمة. أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد، مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بك أخي النوري، مرحبا بحضرات المشاهدين الكرام، مرحبا بأخي الأستاذ عمر الملولي. نتمنى أن يكون التواصل في هذه الحلقة مفيدا وإيجابيا كالعادة،
وعلى أمل أن يتحقق ذلك نستمد العون من الله تعالى وبه التوفيق إن شاء الله. إن شاء الله أستاذ أحمد، احنا ديما استفادتنا منك كبيرة، ولكن استفادتنا اليوم مسكون منك مضاعفة، لأنك متخصص في العلوم الشرعية وقد خبرت الفصل باعتبارك خبرت التفقد العام للتربية، فإضافات مش تكون كبيرة إن شاء الله معك. أنا بدأت رحلتي التربوية معلما مع سنة أولى ابتدائي، أيوة، وختمتها في الفصل مع أقسام البكالوريا في التعليم الثانوي، نعم. ثم انتقلت إلى تجربة التفقد وراء الكاميرا وأرصد عمل المدرسين، نعم. وانتهى بي المطاف متفقدا عاما للتربية. قضيت في حقل التربية والتعليم 42 سنة. ما شاء الله. مش نسألك من بعد سؤال، أما خليلي الإجابة بعد شوية مستوى، أما أصعب أنك تكون في مقاعد الدراسة وإلا أنك تكون خارج مقاعد الدراسة؟ جاوبني بعد إن شاء الله، بعد هالرحلة الطويلة الكبيرة هذه مع التربية والتعليم. أستاذ أحمد أيضا يسعدنا ويشرفنا بالحضور الأستاذ عمر الملولي، مرحبا بك أستاذ عمر. وبيك بارك الله فيك، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحيتي إلى كل مشاهدينا عبر هذه القناة الفضائية المباركة قناة القلم. تحيتي إليك أخي نوري. شكرا. تحيتي إلى أستاذي سي أحمد. باسمي مشاهدينا الكرام أود أن أتوجه بتحية إكبار، بتحية إجلال إلى كل من علمني، إلى كل من رباني، إلى كل من يربي ويعلم الخير وينشره في هذا الوطن العزيز وفي كافة الوطن العربي. إن شاء الله دائما هالعلاقة هذه طيبة وسمحة ما بين المربي والمربى. ومرحبا بكم أنتم سواء كان تلامذة، سواء كان أستاذ، سواء كان معلمين، سواء كان في رياض الأطفال، سواء كان عندكم علاقة بالفضاء التربوي من إداريين وإلا من قيمين، أهلا وسهلا بكم وسعداء أن نتواصل معكم ونسمعكم ونصغيو إليكم ونسمعوا حتى بعض المشاكل اللي ممكن تقع لكم، سواء كان أنت أيها التلميذ صديقنا العزيز تجم تكون في صوت مفتوح ومسموع اليوم تعبر عن شواغلك، عن اهتماماتك، عن بعض مشاكلك، عن بعض ممكن ما يتعرض له التلميذ من صعوبات في الفضاء المدرسي، والأستاذ والمربي والقيم والإداري اللي حاب يكون حاضر معنا التليفون على ذمته 74-621-607 يخليكم مباشرة معنا في هذه الحلقة الخاصة بالعلاقة التربوية التي يجب أن تكون ولا كيف يجب أن تكون وإلا يفترض أن تكون بين المعلم والمتعلم. انطلاقتنا معكم تكون معكم انتوما أساتذة وإدارة وأطراف معنية بالعلاقة التربوية وطرف رئيس اللي هو المتعلم. احنا معكم انتوما نستمع إلى شواغلكم وروبورتاج لو اللي حب يرصد معكم طبيعة هذه العلاقة الممكن بين المتعلم والمتعلم، وخاصة على الساعات التوتر وتولي فما شوية مشاكل. خلنا نسمع إجاباتكم كيف كانت. شنو اللي يخلي العلاقة تتوتر أحيانا بين الأستاذ والتلميذ؟ نصور اللي يخلي العلاقة تتوتر بين الأستاذ والتلميذ إنها تكون علاقة سلطوية عمودية، يعني بين الأستاذ والتلميذ، والمفروض إنها تكون علاقة أفقية، لأنه التلميذ ابننا، خونا، ولدنا، وإذا كان حسسناه من أول يوم في القسم إنه قريب احنا جايين، معناها مش فقط باش نأديه رسالة تربوية، باش نكونوا قراب منه، مش يحس براحته في القسم، مش تكون العلاقة طيبة. عدم تجربة الأستاذ، أنا كي يدخل الأستاذ جديد في ميدان التعليم يقع صعوبات، منها يقع التوتر، وفما شيء آخر الإرهاق للأستاذ يخلق توتر للتلميذ، وفما على العائلة متاعه، معناها العائلة متاعه تقع فيها مشاكل ينعكس هذا على علاقته هو بالأستاذ. أنا نشوف اللي العلاقة تتوتر أحيانا بين الأستاذ والتلميذ لأسباب متعددة، اللي يمكن نذكره هو بعض الأسباب، منها التصور اللي جاء به التلميذ من الوسط العائلي للعلاقة بين الأستاذ والتلميذ، ثم الولي اللي يكرس عقلية أنه الأستاذ ذاك مربي، وأنه وقت اللي ولده يقرأ عنده معناتها سلم له العهدة، ولكن ثم التلميذ اللي ينشأ في الوسط اللي يخلي هالعلاقة هذية متوترة باعتبار أنه محكومة بمهنة كأنه فيها حق وواجب. صحيح أنه فيها الحق والواجب، لكن نتصور أنه العلاقة مفروض أن تكون بين مربي ولده. بعد ساعات عدم احترام التلميذ لأستاذه، وبعد ساعات ثم أساتذة ممكن اللي هي ما تعرفش نفسية التلميذ كيفاش، معناها ما تعرفش كيفاش تجذب التلميذ،
كيفاش تحط التلميذ يرتاح لها في الكلاس. احيانا نكون السبب من الاستاذ، يعني يكون العلاقه يعني ما ينجمش يحس بالباهي بالتلميذ. ساعات تلقى الاستاذ يبعد اكثر ويهتم جزء بالجانب التعليمي اكثر من الجانب التربوي. التلميذ معناتها عنده فكره خايبه على الاستاذ او العكس، حتى الاستاذ تكون عنده فكره خايبه على التلميذ، دونك يولي علاقه متوتره ومتشابكه. كيفاش يكون تدخل الاولياء عند حصول توتر بين الاستاذ والتلميذ؟ الحقيقه احنا ما نحبوش نحكيوا على توتر بين الاستاذ والتلميذ. احنا نطمحوا باش نرسيوا علاقات جديده، علاقات تقوم على الاحترام المتبادل، علاقات تقوم على الوفاق، على الحوار، نقطع مع اساليب الماضي. اما سي جامي صارت الحكايه، هذا شرط لابد منه، يولي هوني دور الاولياء دور محدد جدا، باعتبار انه الولي عنده سلطه معنويه على ابنه ونجم يفهمه، يقول له راهو هذاك استاذك، راهو يقوم مقام بوك، وراه حتى سي جامي صار هالتوتر هذايا راه في صالح التلميذ. يقع تدخل اولا، يعني اذا كان ثم يعني اشكال ما بين التلميذ والاستاذ يحرر الاستاذ تقرير في الغرض، ويقع النظر فيه عن طريق المدير. وقت اللي يجي يعني الولي يحتج مثلا على عقوبه ابنه وكذا، معنا يقع استدعاء الاستاذ لمكتب المرشد التربوي او مكتب السيد المدير، ثم يقع قراءة التقرير للولي، معنا في صورة اقتناع يعني الولي يعني بالإشكال، يعني سيد حالة المشكلة. وإذا كان يعني صار شوية تشنج من الولي حاولوا باش نقنعوه. والله الأولياء لازم يدخلوا بالحسنى، احنا الأولياء توا أغلبيتهم يجيوا مع صغارهم، يقول لك لا صغيري معناها يكون عنده ثقة فيه، ثقة عامية، يقول لك لا صغيري خاطي وصغيري مش متعود يعمل هكا، ومعناها يولي مصداقية الأستاذ تدخل في الوسط. يجب على الأولياء أن يتدخلوا بالحسنى عند حصول توتر بين الأستاذ والتلميذ، لأنه دورهم لا يجب أن يكون دور توتير العلاقات، لأنه توتير العلاقات كما نشوفه يسبب مشاكل. نتصور التدخل يكون بسماع الطرفين، ويكون التدخل بتوعية التلميذ بنبل الرسالة اللي يقوم بها الأستاذ. وبطبيعة الحال أنه العمل التنسيق بين الولي والتلميذ مهم برشا في العملية التربوية. اللي كنا نشاهدوا فيه معكم هي أطراف فاعلة وأساسية في العملية التربوية، وما فماش أسرة في تونس نتصور ما عندهاش علاقة بالأسرة هذه. إذا كان ما عندكش صغيرك ولا طرف موجود في رياض الأطفال تلقاه في المدرسة، إذا كان مش في المدرسة تلقاه في المعهد، إذا كان مش في المعهد تلقاه في فضاءات جامعية، ومرتبط ارتباط مهم وبارز في العملية التربوية بهذه الفضاءات. هك علاش حبينا نسمعوكم وحبينا نتتبع معكم العلاقة اللي ممكن أن تكون ما بين المعلم والمتعلم. علاش ساعات هالعلاقة هذه تخرج عن الطريق القويم وتتبدل، وعلى الساعات فما صور ممتازة وجميلة ما بين المعلم والمتعلم، وتقعد حتى ما بعد الفصل، وتقعد حتى ما بعد التخرج من الفضاءات المدرسية، وحتى كي تخرجت ديما تقول له يا سيدي، وتقول له يا أستاذ، وتقول له راهو جميلك وعرفانك ما ننساهش. كل هذه الحاجات احنا لتو ما زلنا نمارسوها وما زلنا على صلة بها، ولكن خلينا نفهم طبيعة العلاقة اللي كيف يجب أن تكون ما بين المعلم والمتعلم يا أستاذ أحمد حسب رأيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وصلي اللهم على النبي الأمي المعلم سيدي وحبيبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السؤال هذا سؤال كبير جدا يا أستاذ نوري، لكن دعني أولا أقدم تحية للمعلمين والمربين ولطلبة العلم أيضا، لأن طلب العلم هو مسلك نبيل جدا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. أنت قدمت البيت المأثور عن أحمد شوقي رحمه الله، وهو من أجمل ما قرأنا من الشعر العربي، قم للمعلم وفيه التبجيلة، كاد المعلم أن يكون رسولا. كاد، هذه كاد كبيرة. كاد المعلم أن يكون رسولا، طبعا هو رسول بالمفهوم اللغوي، لكن يقصد كاد أن يكون رسولا بالمفهوم الاصطلاحي، يعني كاد أن يكون نبيا. دعني أزيد بيتا آخر من نفس القصيد
يكرم المعلم ويشرفه وهو قول شوقي رحمه الله في نفس القصيد: أرأيت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وأقولا. نعم. ما أجمل هذا فعلا، ليس هناك أجمل منه إلا هذه البشرى التي أزفها لإخواني المعلمين وزملائي، وهي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أخرجه الترمذي وقال حديث حسن. هذا الحديث مروي عن أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلمي الناس الخير. حتى النملة في جحرها، حتى النملة في جحرها، حتى الحوت في البحر، يصلون وأهل السماوات والأرض يصلون على معلمي الناس الخير. هذا كلام قاله سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه الإمام الترمذي وقال حديث حسن. إذن بهذه التحية التي نكرم بها أهل العلم وأهل التربية، معلمين ومتعلمين وطلبة، ومن خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، وهذا حديث شريف أيضا. فيا طالب العلم أنت في سبيل الله، فقدر قيمة هذه الوضعية التي أنت فيها. نرجع لسؤالك أخي النوري، طبيعة العلاقة بين المعلم والمتعلم، هذا سؤال عظيم ويحتاج إلى تحرير وتنوير، ولكن نقول فيه وبالله التوفيق أن هذه الطبيعة لابد أن تكون مبنية بالأساس على المحبة. إذا أحب طالب العلم العلم أحب من يعلمه العلم، وإذا أحب معلم الناس مهنته وهذه الوظيفة التربوية التي هي مناطة بعهدته وهي من أشرف وأنبل المهام الإنسانية. أرأيت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا كما قال شوقي رحمه الله. إذا أحب المعلم مهنته وأخلص لها وأداها على الوجه المرضي وأرضى ربه وأرضى ضميره، وكما يقولوا باللغة الدارجة يحلل فليساته، فالعلاقة ستكون في منتهى الروعة، ستكون في أعلى مستوياتها. إذا أحب مهنته وإلا إذا أحب الأطراف الموجودة في مهنته، هو هذا يتبع ذاك، هذا يتبع ذاك، ليس ضرورة. فحبه لمهنته يجعله يتعامل مع مكونات هذه المهنة. أيوة. لأن قضية التربية، وأنت حضرتك مربي والأستاذ عمر مربي وتعرفون هذا، معناها أكل مثلث متاع المعرفة والمعلم والمتعلم، معناها يكون تتبعه مكونات أخرى، قاعة الدرس وبرامج التعليم وكتب الدراسة ومستلزمات وحصص التعليم والتنظيمات المدرسية. إذا كان المعلم أخلص لمهنته وأحبها والتلميذ أقبل عليها بشغف وبمحبة علم، فالطبيعة هنا تكون معناها في القمة. هذا شرط تراه أنت نجاح العلاقة، الأساسي والمحبة، شرط رئيس وهو المحبة، المحبة عندما تتوفر ما بين الطرفين. هذا نأخذه من قول الله تعالى متحدثا عن موسى عليه السلام، يقول له: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، يعني تحت رعايتي وتحت أنظاري. نعم. فالمحبة بالمحبة والاحترام تكون العلاقة التربوية بين المعلم والمتعلم تكون في أعلى درجاتها وأنبل وأكرم وأجمل درجاتها. نعم. هو راه أنت يا أستاذ أحمد حكيت لنا على قيمة إنسانية نبيلة، في تقديري ماهيش شرط نجاح العلاقة التربوية ما بين المعلم والمتعلم فقط، المحبة إذا كانت توفرت ما بين كل العلاقات الإنسانية، ما نتصورش كان في العملية التربوية. إذا المحبة باهية، الاحترام باهي، فهمش حاجات أخرى يجب أن تكون ما بين المربي والمربى؟ أنا لم أقل أنها يجب أن لا تكون إلا في العلاقة التربوية، قلت هي يجب أن تكون موجودة. نعم. في العلاقة التربوية. نعم. وهي موجودة في كل العلاقات الإنسانية، بين الطبيب وحرفائه، بين التاجر وحرفائه، بين أفراد الأسرة لتكون الأسرة معناها تنعم بالسعادة،
في كل المجالات، بين الجيران، ما بين التجار، ما بين العلاقات الاجتماعية، الكل هذا ضروري أن تكون فما محبة واحترام. هو من الضرورة بمكان وفما مقومات أخرى يكتسب بها المعلم الاحترام، نعم، ويكتسب بها التلميذ كذلك الاحترام به. احنا بقدر ما نطلب من تلاميذنا باش يكونوا مطيعين ومحترمين ويكونوا يجلوا ويقدروا أساتذتهم ومعلميهم وذوكم أبائهم وأمهاتهم الروحيين، بقدر ما نحب كذلك معلمينا ومربينا وأساتذتنا نحبهم في المستوى اللائق بكاد المعلم أن يكون رسولا. بقى أنت أستاذ أحمد خليتنا في المفترض كيف يجب أن تكون طبيعة العلاقة ما بين المتعلم والمعلم، ولكن الواقع اليوم يقول في بعض الأحيان عكس هذا، في بعض الأحيان يقول أنه فما العلاقة متوترة، فما تباعد، فما تنافر، ساعات من الأستاذ ساعات من التلميذ، يقول لك أنا الحقيقة كيف ندخل للأستاذ الفلاني نبدأ مانيش مرتاح، وقال الأستاذ الفلاني راه كيف ندخل القسم هذا ما نلقاش معاه راحتي برشا. علاش وكيفاش هذه العلاقة وليت بهذه الصورة وبهذا الشكل يا أستاذ عمر حسب رأيك؟ الحمد لله رب العالمين، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، بعثه المولى داعيا ومربيا للأمم أجمعين، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، واجعلنا على نهجهم سائرين، إليك رفعنا أكفنا فلا تردنا في هذه الساعة خائبين. إن شاء الله. أمين، أمين يا رب العالمين. أخي النوري، نحن على عتبة سنة دراسية ربما بدأنا فيها وسنة جامعية، مبروك على الجميع. نتمنى لجميع تلاميذنا وطلبتنا النجاح والتوفيق، ونتمنى لكل المربين، لكل المدرسين، لكل المؤطرين، لكل الساهرين على شأن التربوي التوفيق في هذه المهمة الصعبة. ثم سؤال أو ربما نقطة أردت أن أتوقف عندها فيما يتعلق بالأسرة، أسرنا التونسية خاصة والأسرة العربية عموما، هل هيأت التلميذ عند هذه العودة المدرسية؟ يعني ماذا قلنا للتلميذ وهو يتهيأ لهذه العودة؟ هل غرسنا في نفوس أبنائنا حب الدراسة وحب الدرس وحب الأستاذ، أم أننا جعلناهم كأنهم يعودون إلى شيء يكرهونه؟ يعني ثم سؤال، لماذا يكره بعض أبنائنا الدراسة؟ ربما هنا ثم الأسرة هي المسؤولة توسي، طبعا لابد الأسرة هي أقرب، هي ربما الخلية الأولى التي يعيش فيها الإنسان، والمجتمع طبعا المجتمع، لكن هو اللي يخليك تحب العلم ولا ما تحبش، هو اللي يخليك تقبل على العلم ولا ما تقبلش. فما بلدان تشجع على أنه العلم يكون في مرتبة عليا والعلم هذا يكون في مستوى راقي في التعامل معه، فما بلدان ما تعطيش أهمية كبيرة، بطبيعة ينشأ صغير وهو مش حابب ومش راغب في أنه يقبل على التربية والتعليم. نحن في بداية الدرس وأنت المربي الفاضل نقوم بعملية التمهيد. أيوة. نقوم بعمل التمهيد. أنت تو في التمهيد. نعم. فالتمهيد هذا، أيوة. التمهيد هذا تقوم به الأسرة، تهيئ الأبناء، تهيئ هذه الناشئة حتى تتفاعل مع الدرس التفاعل الأمثل. نعم. لكن المشكلة الموجودة في مجتمعنا هي أن أبناءنا صاروا يفكرون من منطلق مادي، المادة سيطرت على العقول، أصبح التلميذ لما نكلمه عن الدراسة ونطلب منه أن يتفاعل مع جو الدراسة، نعم، يكلمك أو يرد عليك بحجج مادية على اعتبار وأن ربما فلان اللي هو مثلا كلاعب كرة قدم يحصل على مبلغ كذا كذا من المبالغ معناها المرتفعة من الملايين ومن ألوف الدنانير، وأنه لم يدرس أو ربما درس إلى مرحلة محدودة، فكيف نطلب منه أن يواصل المسألة، أن يواصل هو الدراسة. النقطة الثانية مسألة عدم وجود الشغل، يعني أزمة عدم التشغيل جعلت التلاميذ يتساءلون لماذا أتعلم وما الغاية من التعلم إذا كان هناك انسداد للأفق ولم يكن هناك تشغيل. النقطة الأخرى هي مسألة البرامج ومسألة المناهج ومسألة العلاقات هذه الجديدة. اليوم مثلا لما نأتي إلى تلميذ الابتدائي مثلا اللي هو تلميذ الأساسي وندرس لهذا التلميذ مجلة حقوق الطفل، يعني يأتي التلميذ أو يأتي هذا الطفل إلى والديه ويخبر الوالدين بأنه في صورة الاعتداء الجسدي عليه من حقه أن يرفع قضية ومن حقه أن يتقدم بشكوى. أيوة. فهل هذا هو المطلوب من هذه المجلة، مجلة حماية الطفل؟ مجلة حماية الطفل لا يجب أن تدرس بهذه الطريقة، والطفل هنا يجب أن نسلحه بالحفاظ على حقوقه دون ما عنف ودون ما ندخل في ذهنه إمكانية التشكي ورفع القضايا حتى بوالديه.
النقطة الأخرى التي أريد، أنت ترى المسألة هذه ممكن توتر العلاقة ما بين الطرفين، إذا كان تفسح له المجال قانونا أنه تتبع الطرف الآخر تراها هي سبب من أسباب التوتر يا سي عمر، ما تراهاش حماية لحقوق الأطراف؟ هي أي حماية كانت إذا أطراف عادش بيه، إذا كان البو ضر ولده معناها القانون ما يحاسبوش، هي كتشريع حماية ولكن عندما أنقل هذا التشريع لبنان لم يبلغ بعد نعم. ولم يستوعب ما في هذه المجلة نعم. ويعتبر أن الحقوق الموجودة فيها بإمكانه من خلالها أن يتطاول حتى على والديه أيوة. فقد أسأنا تبليغ هذه الحقوق، وربما الطفل لا يعرف حدوده، وربما سلك مع والديه من كثرة صراحته وهو أيوة. الابن البريء أيوة. سلك مع والديه أسلوبا صداميا في التعبير عن ذلك. وهنا نتسأل ما الغاية من تدريس مثلا هذه المجلة؟ ربما في الإطار العام نقول أنه المحبة، التقدير، الوئام، الاحترام، التعاون نعم. هذه كلها من القيم التي يجب أن تنبني عليها علاقة المتعلم بالمربي عموما، سواء المربي معناها هو المعلم أو هو القيم أو هو المؤطر أو غير ذلك نعم. وأقول دائما وأبدا لابد من تعاون بين الأسرة والمحيط والمدرسة لبناء هذه الناشئة التي ننشد بناءها بحول الله تعالى. احنا حبينا ناخذ رأيكم سي أحمد وسي عمر، ولكن خلينا أيضا ناخذ رأي الناس، والتليفون على ذمتكم باش نتفاعلوا مع مواقفكم مع سلتكم، وإلا حتى مع بعض اللي تتعرضوا له أنتم في الفضاءات التربوية، سواء كان من مربين وإلا من أسر وإلا من تلامذة وإلا من كل الأطراف اللي ممكن أن تكون حاضرة معنا في البرنامج من زدني علما. 74 621 607، يخليكم مباشرة معنا في البرنامج. خلينا ناخذ رأي مربي ورأي رجل تربية متقاعد معنا سي محمد القسنطيني. مرحبا بك سي محمد. يبدو أن المكالمة انقطعت، بإن شاء الله نحاول نعيد الاتصال به. مشاهدينا لابد أنه أحيانا نسأل عن هذه العلاقة اللي يجب أن تكون، ولكن أيضا نسأل عن العلاقة الممكنة الموجودة اليوم في الواقع. صحيح احنا ماذا بينا تكون العلاقة في مستوى متميز نظريا، ولكن الواقع والفصل والفضاء المدرسي احيانا يقول عكس هذا. علاش هذا يا سي احمد؟ علاش العلاقة احيانا تتوتر برغم اللي كما قلنا كاد المعلم ان يكون رسولا، وبرغم اللي الناس الكل تحرص على انه التلميذ يكون ديما في علاقة طيبة باساتذته، علاش تتوتر العلاقة هذه؟ اذا توترت العلاقة يعني أن هناك خلل ما في مكان ما من العملية التربوية، نبحث عن الخلل أين يكمن نعم. ونحاول معالجته، لأن العملية التربوية والمنظومة التربوية شبكة معناها من الخيوط المتشابكة. العملية التربوية ليست معلما وتلميذا فقط، كانت هكا قبلها، قبل كانت هكا، ما توا تغيرت فما تغيرت، لا هي حتى من قبل فما حتى الفضاء التربوي أي. حتى البنية التحتية، حتى المقعد اللي يجلس عليه التلميذ، حتى السبورة وشكل توين يا سي أحمد وشكل القسم، كنتوا تقعدوا على كراسي مكسرة، وكنتوا تشوفوا سبورة مكسرة نعم. وكنتوا نعم. عندكم زوز كتب وزوز كرار، ثم مع ذلك معناها المدرسة التونسية خرجت رجال وخرجت ناس أنا جلست على الحصير في نعم. الكتاب أي. في الكتاب وعمري 5 سنوات جلست على الحصير، ومش هذا اللي نقصد أنا بالتدقيق، إنما حبيت أقول لك اللي العملية التربوية فيها مؤثرات كثيرة، فيها مؤثرات منها ما فعلا. هو مادي نعم. منها ما هو بشري، منها ما هو معنوي، منها ما هو معرفي، منها ما هو بيداغوجي، وجداني أيضا نفسي نعم وجداني نفسي. نعم. نعم. الطريقة لها دخلها، الطريقة صحيح. اللي درس بها المربي، المناهج المتبعة والأستاذ عمر أشار إلى إشكالية فعلا. كبيرة جدا حقيقة جديرة بأن نعم. يعتنى بها، معناها فما مجموعة كبيرة تتضافر من العوامل هي اللي تخلي العلاقة نعم. هذه تتغير، والأسرة كذلك، والأسرة قضية نعم. أن نطلع الطفل على معناها ما يترتب عن المخالفات التي قد يرتكبها المربي وتتبعه عدليا وكذا، هذا لا يليق. مثلا قضية أن يأتي الولي مع ابنه ويعنف المعلم أو المربي أمام ابنه، هذه كارثة. إذن هي مسألة قيم، هذه كارثة تربوية، مسألة قيم موجودة في المجتمع أكيد لابد نعم. العلم نعم. والتعليم لابد يكون مبني على قيم
الأخلاق أولا وثانيا وثالثا ورابعا وعاشرا. الأخلاق خلينا نشوفوا. احنا سي محمد القسنطيني هو معنا من جديد، يا ترى يوافقنا ولا هو معك؟ هو معكم معنا. مرحبا سي محمد، خليني نحييه ساعة. سي محمد إذا كانوا معنا مرحبا به، إذا كانوا مش معنا مسالش ناخذوها في فرصة إن شاء الله لاحقة. ومرحبا بكل مشاهدينا اللي ممكن أنهم يكونوا حاضرين معنا. سي محمد مرحبا بك. أنا معكم سيدي، تفضل. مرحبا بك سي محمد، اسمعنا من خلال جهاز التليفون فقط مش من خلال التلفزة. سي محمد أهلا وسهلا بك، حسب رأيك أنت كيفاش يجب أن تكون حسب رأيك أنت العلاقة ما بين المعلم والمتعلم؟ ألو أسمع. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. يا ريت تسمعنا من خلال التليفون. أشكركم جميعا جزيل الشكر. به يبدو أنه يسمع فينا من خلال التليفون. أشكركم جميعا جزيل الشكر أيوة. على إتاحة هذه الفرصة على إتاحة هذه الفرصة للتعبير عما يجيش في صدري. لا، إذا كان بالطريقة هذه ما نجبوش نتواصلوا معك سي محمد، مع الشكر والتحية. تسمعنا من خلال التليفون فقط مش من خلال جهاز التلفزة. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكركم جميعا جزيل الشكر على إتاحة هذه الفرصة للتعبير عما يجيش في صدري من تصورات وانتظارات، وسألتزم بما قل ودل ولطف وزرف وأقنع وأمتع. يا الله. وإذ أطلب منكم بالمقابل عمق التواصل والتفاعل والتفاهم، أدعوكم إلى التحلي بالصبر. أرجوكم بكل لطف أن تسمعوني. يبدو أنه حماسك كبير. لا يمكن أن نتحدث عن العلاقة بين المعلم والمتعلم دون أن ندرك ونلم بالمنظومة التربوية التونسية. نعم. 4 نوفمبر 58 قانون 58 الفصل الفعل التربوي قائم على المحتويات. 29 جويلية قانون 91 الفعل التربوي قائم على الأهداف والمحتويات. قانون 2002 الفعل التربوي قائم على الكفايات. المنظومة التقليدية تعتمد أساسا على المعرفة، ودور المدرس هو الوسيط الذي ينقل المعرفة للتلميذ، وللمعلم مواصفات متميزة وهي القدرة على الشرح والتوضيح والتبليغ، وهو النموذج الذي يتشبه به. والمتعلم هو مستهلك فقط، هناك سحق لأهمية الفرد، والخطأ في هذه المنظومة غير مشروع. يقول لك حاسبني بجلده. بعد ظهور فلسفة الأنوار أصبح الطفل الفرد له شخصيته وله خصوصيات. أصبح المعلم والمؤسسة التربوية والمجتمع والمعرفة والعائلة كلها في خدمة الطفل، والخطأ هنا مشروع. مواصفات المعلم يجب أن يكون عارفا بمسلوبات علم النفس، يقول لك علم الأطفال وهم يلعبون وتوقلبت. نعم. يقول لك لعي بالأطفال وهم يتعلمون. صحيح. الاعتراف بالفروقات الفردية، والمعلم يدس المعرفة دسا. المنظومة التعليمية الحديثة الآن كل الأقطاب فيها متكافئة، المدرس والمتعلم والمعرفة. المعلم يخضع لقوانين المؤسسة، المعرفة هنا في خدمة المتعلم وفي خدمة المدرس، وهي تفرض على المعلم طريقة معينة ما يعبر عنه اليوم بخصوصيات الدرس. المعرفة لها منطق داخلي، والطفل له شخصيته الخاصة وله تصورات ومواقف، والخطأ يمكن أن يكون مصدره المعرفة. ونعتبر الخطأ فرصة لإعادة النظر وفرصة للتعديل والتصويب. لذا أدخل مباشرة لتحديد العلاقة بين المعلم والمتعلم. أول شيء وقبل كل شيء، يجب وينبغي أن يكون المعلم محبا لعمله، شغوفا به. ويجب على الوزارة أن توفر له شروط النجاح. شروط النجاح. المعلم اليوم حسب تجربتي في الإرشاد البيداغوجي متعب ومثقل ومرهق، دون أن أعممه، ولا يمكنه أن يقيم علاقة حقيقية لدوره الحقيقي. معلم اليوم مطالب بالتخطيط المسبق، وهنا أشير إلى إدراكه للمرجعيات القانونية التشريعية والمرجعيات العلمية والمرجعيات المنهجية. ثم هو مطالب بالإنجاز، وهنا يجب أن يعرف ماذا يدرس ولماذا يدرس وكيف يدرس ومن يدرس. ثم هو مطالب بالتقييم التوجيهي والتكويني والتكوني والإشهادي. ثم هو مطالب بالمتابعة والإصلاح الفوري للمنتوج والدعم
الدعم والعلاج وضبط استراتيجيات التدخل. المتعلم اليوم مطالب بتدعيم مكتسباته، مطالب باكتشاف المفهوم ثم باستيعابه واستبطانه وامتلاكه وتوظيفه ولتعزيز القدرة على التصرف والقدرة محمد. على التحليل والتأليف والقدرة على التأويل والتقدير وإبداء أيوة. الموقف نعم. فكيف ستكون العلاقة بين المعلم والمتعلم؟ مشكلتنا اليوم بين المهندس والمقاول، بين النظري والتطبيقي، بين الطموح والواقع. في الصورة الحالية واضح انك مش قاعد تسمع فينا. يمكن للمعلم ان يقطع الصورة لتحقيقها في الانجاز والفعل والنتيجة. هي حكاية يهروش ويعدي، والنتيجة هي ضعف المستوى على مستوى المعرفة وعلى مستوى القدرات المطلوبة. هذا ولم اذكر دور العائلة. نعم باسم محمد مع التحية والتقدير، لأنه يبدو ما فماش مش قاعد تسمع فينا من خلال التليفون برك، وإحنا نشكرك على حباسك المتميز هذا. أما حبينا فقط نعرف من خلال تجربتك الكبيرة مع الفصل ومع الإرشاد، شنية أبرز الأسباب اللي تخلي العلاقة تتوتر ما بين المتعلم والمعلم؟ أنت ذكرت أنه الأستاذ مثقل، وزاد حتى التلميذ راه في كثير من الأحيان مثقل، والمؤسسة التربوية هي أيضا مثقلة. إذا هذا الأسباب هذه مشتركة ما بين الأطراف الكل، يا هل ترى هذا هو اللي يخلي العلاقة تتوتر، وهذه المسؤولية المناطة بعهدة هذا وذاك هي تخلي العلاقة دائما هكذا متوترة، وإلا فما أسباب أخرى ممكن أنه إذا كانت خلينا عليها نبتعد عن هذا التوتر؟ مع الشكر والتحية سي محمد، يبدو أنت تسمع فيها من خلال جهاز التلفزة برك، ويريد كل المدخلين اللي معانا يسمعونا بالتليفون برك، بالتليفون برك. سي عمر يقول لنا سي محمد أنه العلاقة تتوتر لأنه الأستاذ مثقل ومتعب وعنده ياسر مسؤوليات، حتى التلميذ زاد كيف يقول لك راني أنا مثقل ومتعب لأنه فما برشا مسؤوليات علي أنا اليوم. هو المفروض في المربي أن يكون لينا فلا يعسر، ولا يكون صلبا فيكسر، يعني يجمع بين هذا وذاك. والمربي الناجح هو الذي يجمع في قلوب تلاميذه بين المهابة والمحبة، يعني تقريبا يتوسط في مواقفه وفي تدخلاته، وهو الأب الروحي لكل تلاميذه، يوجههم حيث أراد بتوجيهاته الرشيقة وبتدخلاته الممتازة. هنا أريد أن أقول لابد معناها في البداية أن نغرس في أذهان تلاميذنا وفي نفوسهم حب العلم والتعلم. يقول تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. هذه آية ماذا بينا نبدأ بها الدرس متاعنا في كل مستوى من المستويات. أنت يا تلميذ، يا من تقبل على الدراسة، تعال وانظر إلى ما قاله المولى سبحانه وتعالى، وانظر وقارن بين من هو متعلم ومن هو جاهل. العلم نور، فكيف نصل إلى هذا النور بلا تعلم؟ النقطة الثانية، ربما يجب علينا أن نأخذ الدرس من التاريخ. نعم. يعني التاريخ بيّن أننا عندما تركنا العلم كان ذلك سببا في الضياع وفي التخلف، ولا يمكن لأمة من الأمم أن تتقدم إلا بالعلم. من هنا ثم تأطير معين يجب أن نؤطر به تلاميذنا حتى يحبوا العلم. والمربي معناها يحتاج إلى دورات تدريبية اليوم، معناها لي خاصة على المستوى معناها النفسي، دراسة معناها علم نفس الطفل وعلم نفس المراهق ليتدارك ما يمكن تداركه. واليوم معناها المربي لم يعد مصدر معرفة فقط، المربي قد يكون موجها، قد يكون دافعا إلى العملي، قد يكون ربما معناها في القسم يوجه التلميذ إلى كيفية المعرفة. اليوم معناها لم يعد المعلم فقط مصدر المعرفة، عندنا جهاز الحاسوب، عندنا ربما معناها أنواع جديدة معناها من السبورات، عندنا طرق جديدة معناها في التنشيط، وهذا كله يستدعي منا أن نخلق علاقة جديدة بين التلميذ والمربي. نعم أستاذ أحمد، حسب رأيك أنت قلت منذ قليل أنه فما قيم لابد أن تتوفر اليوم حتى تكون هالعلاقة هذه علاقة طيبة يسودها المحبة والاحترام. اليوم الفضاء المدرسي مازال هو فضاء معرفة؟ نعم. وإلا هو فضاء آخر اليوم الفضاء المدرسي؟ نعم. حبيت قبل أن أجيب عن سؤالك حبيت نوجه تحية إجلال وإكبار للمربي الفاضل محمد القسنطيني الذي كان يتكلم، ووددت لو أنه ممكن من فرصة أفضل من التي تمكن منها. يبدو أن التواصل كان هو يسمعنا من خلال التلفزيون وما استطعناش باش نتحاور معه،
فمع الأسف هذا، لكن نحب نقول اللي الرجل هذا كفاءة تربوية عالية ومارس التدريس والإرشاد البيداغوجي بكثير من الصبر والحلم والعطاء الذي ليس له نظير. على كل حال بارك الله فيه وفي كل المعلمين المجتهدين المخلصين في عملهم وفي مهنتهم. الفضاء التربوي اليوم كيف هو؟ هل هو فضاء معرفة فقط؟ طبعا لم يعد الفضاء التربوي فضاء معرفة فقط، لأن هي التربية ساعة، التربية هي لا تعني المعارف والمعلومات فقط، يعني أن نربي، يعني أن نربي الذوق والنفس والروح والحس والذهن والذاكرة الذكاء. فعملية التربية هي عملية كبيرة ياسر وشاملة ياسر، وفضاءاتنا التربوية اليوم تطمح إلى أن تكون فيها تربية شاملة، تربية ذوقية. معناها قاسم اليوم نجي للمدرسة باش نتعلم برك، نعم، مش باش نتلقى معارف، لأن نعم. المعارف ممكن أن نتحصل عليها سواء كان من خلال الانترنت ولا من خلال الكتب. يقرأ كتاب يعرف شنية مثلا في التربية الإسلامية، يعرف كيف تكون كيفية الوضوء، لكن لما يدرسها في القسم يكون فما معنى آخر. يعرف في علوم الحياة والأرض، نعم، كيف تنمو النبتة مثلا، معناها او كيف يتنفس الحيوان. تركز برشا اليوم سي احمد على العلاقه الوجدانيه اللي ممكن كيف يجب ان تكون ما بين الطرفين قبل العلم والمعرفه، على الطريقه، على الاسلوب، ضروري. على البيداغوجيا قبل المعلومه ضروري حتى ينجح، حتى تنجح العمليه التربويه لابد ان يكون هناك محتوى يستجيب لسعه يتناسب مع امكانيات المتعلم ويستجيب لحاجياته ورغباته، ويكون يقدم إليه في أسلوب، نعم، اللي نسميه احنا الطريقة البيداغوجية، نعم، في نعم. أسلوب مشوق. والمبلغ اللي هو المعلم ما نحبوهش مبلغ، نحبوه مرافق للتلميذ في العملية التربوية، نحبوه يساعد التلميذ على التعلم، وليس لأنه توا نظرية التعلم والتعليم هذه توا مشكلة كبيرة قائمة معناها، والناس فما ناس مش فاهم الفرق بين التعليم والتعلم. نعم. التعلم أمر يعني أجدى وأنفع أن نساعد المربى على أن يكتسب المعرفة ويكتشفها ويتوصل إليها. نعم. بنفسه. نعم. وفي هذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم. احنا في أصول ديننا عندنا حاجات ياسر برشا نمر بها وما نعطيهاش أهمية. نعم. هذه الكلمة، هذه قول رسول الله إنما العلم بالتعلم، اللهم صلي وسلم عليه، صلى الله عليه وسلم، جديرة بأن تؤخذ كنظرية تربوية وأن وقد أخذت وأن نحللها. لا، هم توا أغلب ربما المشرفين على حظوظ التربية، أيوة، في البلدان اللي ترنوا إلى الحداثة وترنوا إلى تطلع إلى، هم يأخذوا أكثر من علماء الغرب وما يرجعوش لثقافتنا العربية الإسلامية، وهي موجودة وعنا في علماء في تربية في ثقافتنا العربية الإسلامية، ابن خلدون والقابوسي وسحنون وغيرهم، وعنا علماء حداثيين اليوم زادة. وعنا علماء، نعم، معناها، نعم، لكن ديما المرجعيات متاعنا يلزم ما نكونوش فقط ناخذ من الغرب والنظريات الغربية وجون ديوي وفريني وغيره وغيره إلى آخره. علاش ما ناخذوش؟ ناخذ من الكل ناخذ من الكل، نعم، ناخذ من الكل باش ما تكونش الثقافة متاعنا التربوية ثقافة عرجاء. نعم. لذلك أنا هذه نظرية التعلم اللي في ثلاثة كلمات، إنما العلم بالتعلم يقولها النبي صلى الله عليه وسلم، معناها حقيقة تمثل نظرية في علم التربية، نعم، وفي علم التعليم، نعم، والتعلم، نظرية كبيرة ياسر يليت نوليوها من اهتمامنا الشيء الكثير. نواصل مع مكالماتكم الهاتفية مع أخونا فوزي من سوسة. مرحبا بك فوزي، إذا كان فوزي معنا مرحبا به، إذا كان مش معنا نحب نمشي مباشرة الآن للروبورتاج الثاني اللي حبيناه يكون معكم أيضا مع المربي ومع المتعلم ومع الطرف الرئيس في العملية التربوية اللي هو التلميذ، ومع الأطراف الأخرى كيفاش يراوا العلاقة الناجحة ما بين المعلم والمتعلم، ومن بعد نرجع لمكالماتكم الهاتفية وضيوفنا الكرام.
كيفاش تكون أحسن علاقة تتصورها تقوم بين الأستاذ وتلميذه؟ علاقة احترام متبادل، هذيك هي العلاقة اللي لازمها تكون. علاقة هي بالأساس احترام، وفيها الود والرحمة، علاقة إنسانية بالأساس، لأنه التربية هي التمرير لجملة من القيم. لو كان ما يكونش المربي مستعد أنه يمرر هالقيم هذه، نتخيل أن المشروع التربوي يفشل. أنا نتصور أنه أحسن علاقة بين أستاذ وتلميذه ساعة هي علاقة احترام، احترام متبادل، بقدر ما الأستاذ يحترم تلميذه، بقدر ما التلميذ يحترم أستاذه. وما غير شك تبقى ديما العلاقة المعرفية، أنه الأستاذ بقدر ما هو فعلا مصدر المعرفة، لكن يحاول بشيوهم تلميذه أنه التلميذ يشاركه أيضا في إيجاد المعلومة وفي المعرفة. والله هي الاحترام أولا، الأستاذ هو بهدوء وباحترام التلاميذ مش يحترمه هو بطبيعة الحال، سلوك الأستاذ مع التلميذ في المقام الأول هو اللي يخلي الاحترام التلاميذ ليه. كون العلاقة كما كنا احنا قبل، عبارة الأستاذ عبارة أبوه معناتها التلميذ. العلاقة بين الأستاذ والتلميذ لازم تكون علاقة تفاهم ومحبة، تكون علاقة احترام وتبادل من احترام، كما يحترم والدي يحترم أستاذه. علاقة مبنية على الاحترام متبادل بيناتهم الزوز، أنه التلميذ يقوم هو بواجباته من جهة والأستاذ يحترم حقوق التلميذ. أحسن علاقة هي العلاقة الأفقية مش العلاقة العمودية، وأنه الأستاذ زيادة يخلي التلميذ منتبه، هو اللي يدفع التلميذ باش يقرأ، هو اللي معناها يجذب له النظر نتاعه بالطريقه نتاعه، يلزم يكون يفهم النفسيه نتاع التلميذ. يعني هي لازم تكون علاقه قائمه مثلا كما التلميذ يعتبر الاستاذ ولي نتاعه كما امه ولا ابوه، تكون علاقه قائمه على الصديقه زاده. سورتو احنا تو في الليسي ولينا العمر ما فهميش فرق كبير بين الاستاذ والتلميذ، علاقه اخوه ولا علاقه ابوه. يعني شنو هي النوعيه نتاع الاستاذ اللي تقعد في البال وما تتنساش؟ الأستاذ اللي يحب يدخل الجو للكلاس، معناه اللي يحب يخلي معناه تلاميذ كيما صغاره يحبهم، معناه يمتعهم معناه بالمادة، تولي معناها ديما هيك المادة تولي تحبها طول حياتك. معناه في المرحلة الابتدائية يكون علاقة الأستاذ اللي كيما الأب يكون حنون على التلميذ أكثر، وفي الليسي نفس يعني الأستاذ اللي يكون يتقرب للتلميذ أكثر. الأستاذ كيكون صاحب أصحابه والتلميذ يقعد ديما ما ينساش، ديجا حتى عند جماعة يخرجوا من الليسي ويرجعوا ديما يسلموا على البروفيتهم وكل. والله النوعية متاع الأستاذ يمكن يكونوا حسب التلميذ اللي هما صعاب ياسر، ولكن في واقع الامر بعد ما تعدوا المرحله هذيك اكتشفوا اللي هما تعلمنا عليهم العديد القواعد وعديد الاخلاقيات اللي تقعد لنا في ممارستنا العمليه والحياتيه حتى مع عائلتنا وصغارنا وفهم شيء نستفادوا منهم. نورمالمون الاستاذ اللي يحكيوا مع التلميذ بالبال، يحاولوا ينصحوا ويعملوا هيك الامبيونس اللي في الكلاس، معناها باش تعاون، يعملوا هيك التنافس بين التلاميذ اللي يخليهم يحبوا يتألقوا اكثر. الاساتذه الكل كما قلت لك ما يتنساوش الحق نتاع ربي، الاساتذه الكل عاونونا، كانوا يقفوا بحذانا، كنا نقراو يقريونا ويفهمونا في الليسي في الساحه، كانوا يجيونا كانوا نمشيو لهم، كنا معناها حبيبات مع الناس الكل. هو الاستاذ المتمكن علميا واللي عنده عطاء واللي عنده الجانب الانساني طاغي فيه، والجانب العلائقي مهم برشا، واللي يجمع بين أنا في تصوري أنا الشخصي بين الجد والهزل، لأنه الهزل أحيانا يمرر الجاد من المواقف. هو الأستاذ اللي عنده قدرته في تبليغ المعلومة، هو الأستاذ اللي يكون قريب برشا من تلامذته، واللي معناها كي يدخل القسمه كي يدخل داره. الكلام اللي كان يقول فيه الأطراف الكل في الروبورتاج على غاية كبيرة من الأهمية، وتختم بكلمة مهمة أنه الأستاذ كيف يدخل للقسم ولا كيف يدخل الفضاء كأنه يدخل لداره، نفس الحكاية أسرته وعائلته وأبنائه وصغاره، ويتعامل معهم بتعامله مع أبنائه وصغاره، وهذايا اللي نثمنوها كثيرا لدى الكثير من المربين. والأسرة التربوية تطلع بمهمة مش تلقين معارف برك، وإنما
هو تربية وتعلم مستمر، وهذا هو اللي خلى أمير الشعراء والناس الكل تقول كاد المعلم أن يكون رسولا. كنا معاكم أنتم في مكالمات هاتفية وتفاعل، وإن شاء الله ناخذ أكثر ما يمكن من هذه المكالمات. كنا قبل الروبورتاج مع أخونا فوزي من سوسة، أهلا وسهلا به من جديد فوزي. إذا كان يسمع فينا فوزي مرحبا به. ألو. مرحبا بك سي فوزي. ألو. مرحبا بك سي فوزي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا معلم ربي. تفضل يا سي فوزي نسمع فيك. والله بالنسبة لي وأنه العلاقة بين المربي والتلميذ هي مسؤولية كل المكونات العملية التربوية، انطلاقا من الأسرة إلى المتعلم في حد ذاته، ثم إلى المعلم، ثم إلى الوزارة بصفة عامة. كما يقوم المعلم بإعداده المادي من ضبط إعداد الدروس والمذكرات وكراس الدعم والعلاج والتقييمات ابتداء من أول السنة الدراسية إلى آخر الثلاثي الثالث، فمسؤولية الولي تكمن بالنسبة لي في إعداد أو تهيئة المتعلم ماديا ومعنويا بتوفير كل مستلزمات الدراسة، كذلك تهيئته نفسيا. يصبح المعلم كأنه الأب الثاني للمتعلم، فعديد التلاميذ لا يتمتعون بأخلاق جيدة. شنو الحل تحسب رايك انت يا سي فوزي وانت المعلم وانت المربي الفاذل؟ اذا كان تلميذ في سلوكه صدر منه ربما ما لم يعجب الاستاذ، معنى اخلاقه ما هي جيده، يا سيدي نفترضوا انه اخلاقه هناك بعض التلاميذ لا يتمتعون بالاخلاق الحميده. باهي يا اخويا نفترضوا ذلك يا سي فوزي، اي نفترضوا ذلك افتراضا، نفترضوا اللي قلته صحيح، معناها كيفاش يقع التعامل مع هذه المعطيات؟ كان كل سلوك يصدر عن التلميذ ما يعجبناش تولي علاقه متوتره، ما توليش بالطريقه هذه الفضاء المدرسي فضاء تربيه وفضاء تعلم، وتولي فما مشاكل وفلي توتر وفما انفعال والعلاقة تصطدم وتولي علاقة صدام ماهيش علاقة تواصل وعلاقة معناها وطيدة ما بين المربي والمربى. إذا شنو حسب رأيك أنت اللي يجم يتوفر في المربي وفي المتعلم باش تنجح العلاقة هذه؟ هنا دور الولي يجب على الولي أن يهيئ ابنه نفسيا، فذلك المعلم يصبح مقام أبيه في المدرسة، بأن لا يكذب عليه، بأن يتعامل معه كأنه الأب. به واضح، مع الشكر والتحية سي فوزي، مع الشكر والتحية. أستاذ عمر تراشي أنه كما كان يذكر منذ قليل سي فوزي أن الأسرة عندها دور في أنه تخلي العلاقة ناجحة ما بين المعلم والمتعلم وإلا العكس؟ هي طبعا الأسرة لها دور كبير وكبير جدا في إنجاح العلاقة التربوية، ولكن لا يمكن أن نتحدث عن علاقة الأسرة أو عن تأثير الأسرة فقط، وإنما يجب أن نتأثر أن نتحدث عن تأثير المجتمع ككل. اليوم لما نتكلم عن ظاهرة العنف في المدارس والمعاهد، هذا العنف أخذه التلميذ من الوسط الذي يعيش فيه، يعني العنف الموجود في المجتمع هو الذي أثر على التلميذ فاستعمل هذا العنف في المدرسة. فإذا أردنا أن نواجه العنف المدرسي فعلينا أن نواجهه وأن نحد من العنف الموجود في المجتمع ومن العنف الموجود في الأسر. والواقع أخي نوري والسادة المشاهدين الكرام، نعم، بعد الثورة المباركة في تونس انتظرنا بفارغ الصبر إصلاحا تربويا شاملا، ولكن هذا لم يقع. مش يجي في عام وكأن يا عمر، لأنه هنا المشكلة أنه زاد، بارك الله فيك وسمحني قطعتك عن كلامك، المشكلة أنه زاد راهو ولاو الناس مابقاش عندهم ثقة في الإصلاحات التربوية. يقول لك هم شاء وزير جاب لنا تجارب جديدة، جاء وزير جاب لنا تجارب جديدة، مشى الوزير جاب لنا تجارب أخرى، معناها قعدنا محل تجارب دائمة وإصلاحات ربما مرتبطة بأشخاص أكثر منها مرتبطة باستراتيجية واضحة وبخطة واضحة لتبني على المستقبل القريب والبعيد. لو كان حال التربية والتعليم في بلادنا حالا مرضيا ما طلبنا بهذا التحوير وبهذا التغيير، ولكن معناها من ينظر إلى معناها الفضاء المدرسي مثلا، وهو موضوع يجب أن نتحدث عنه.
اليوم لماذا يعادي التلميذ الفضاء المدرسي؟ لماذا يعمد إلى تكسير الطاولات؟ لماذا يكتب على الطاولة وكأنه ربما معنى يتجاوب معها؟ لماذا يقوم بكسر ربما معناها أثاث المدرسة؟ هذا كله رجع إلى شيء من العنف معناها في نفس التلميذ، والمفروض أن نقوم بإفراغ ذلك العنف في عمل يفيد. ربما لو قمنا بتكليفه بعمل كإنتاج كتابي ولا عمل معناها يدوي أو غير ذلك فإننا سنعطيه فرصة للإبداع. هو أراد أن يبدع، هو مبدع، توجه الطاقة نتاعو توجهها له، هو مبدع لم نستمع إليه، وهو لم يعرف كيف يعبر عن إبداعه، فعبر عنه بالعنف، وعبر عنه بالرسم على الطاولة، وعبر عنه بكسر الأثاث المدرسي. حاجة باهية معناها تقول أنت كيف يرسم على الطاولة، حاجة باهية. هو لا، موش حاجة باهية، أما يجب علينا أن نهتم به في النهاية، نهتم بالمهارة اللي عنده. إيه نعم، التلميذ المشوش راه عنده مهارات، فعلينا أن نستغل تلك المهارات فيما ينفع. والتلميذ اللي يكتب على الطاولة ولا يكسر في كذا، هذا عنده مهارات، عنده قدرات. علينا أن نستغل تلك القدرات، وعلينا أن نوجهها الوجهة الصحيحة. بقي اليوم أخي نوري كان تسمح، وسائل إعلام